معلش دكتور انا بجري بسرعه عشان الوقت ضيق جدا. في رايي بيقول انه تحريك سعر الصرف بالشكل الكامل ده هيؤدي الى زياده حجم الصادرات الى 145 مليار دولار. هذا ايضا كلام مضلل برضو. ليه برضك لسبب بس ايوه طبعا. ليه بقى؟ لان انت لما عومت في 2016 انت صادراتك ما زادتش، هو كل اللي زاد عندك في الصادرات هو الحصيله من الغاز الطبيعي للحكومه. بس انت ما عومتش في 2016 يا دكتور، بس انت ما عومتش في 2016 تعويم كامل اكثر من 5% ازاي؟ انت عومت تعويم جزئي في 2016. لا هو كان تعويم كلي ايضا لما بدا في 2016 وترك للسوق وكان وصل الدولار ل 20 جنيه ثم بدا الدولار ينخفض ثم وصل لحد 15 جنيه و60 قرش واستقر عند 15 يعني جنيه. يعني انت رايك ان ده برضو رايك يا دكتور مصطفى ان زياده الصادرات بعد تحريك سعر الصرف مضلل؟ طب خد الكبير قوي اللي انا يعني عملت لي حموضه انه تحريك سعر يا دكتور دكتور مصطفى تحريك سعر دكتور مصطفى عشان الوقت بس نشرح يا استاذ محمد اتفضل بس سريعا اتفضل سيب نشرح. ما انا بقول لك اهو دلوقتي انت عايز ترجع قوه الاقتصاد المصري. بتقول لي يا مصطفى انا هشجع الصادرات، والله على عيني وعلى راسي. والصينيين بالمناسبه بيعملوا كده، الصينيين بيلعبوا في سعر العمله اليوان الصيني وبيخفضوه عشان يزود صادراته، لانه بكره اي مصنع في الصين يقدر يلبي طلبيه. لكن انت امشي في شوارع القاهره الان ودي دعوه للناس، هتلاقي الفوانيس اللي جايه لك فوانيس رمضان جايه من القاهره. طيب الفوانيس نفسها صناعه جايه من الصين. طيب دكتور السؤال الثاني الثانيه بيقول لك ان تحريك سعر الصرف هيؤدي الى زياده عدد السائحين. عديها دي حقيقه، هذا حقيقي فعلا. زيادة سعر الصرف فعلا يزود عدد السائحين. طيب هذا كلام سليم 100%. طيب لان انا دلوقتي الفندق بتاعي لو الراجل قط الفندق مثلا، خلينا اقول لك الليله في الفندق 500 جنيه لما كان الدولار ب 30 غير لما الدولار يبقى ب 50. فهمتها. هقدر استمتع بس. ايوه صح، هقدر استمتع بس بشرط ان لا توجد زياده اخرى في الاسعار تفوق زياده سعر الدولار. في الحاله دي للاسف هتبقى مصر غاليه مقارنه بالدول الاخرى. طيب اللي بعد كده دكتور بيقول لك تحريك سعر الصرف هيؤدي الى القضاء على السوق الموازي. ده صحيح جدا، هيستطيع انه يقضي على السوق الموازي. لا انا اختلف معاك هنا، استنى يا دكتور. انا بس هكمل الكلمه. هكمل الكلمه بس وهسيب لحضرتك تتكلم. هستطيع ان انا اقضي على السوق السوداء لو ان البنك المركزي خلى الدولار بكره ب 60 ب 70 ب 80 وانا كتاجر انا كمستورد بروح اقول له يا بنك اديني فلوس، يقول لي يا ابني تعالى خد المليون دولار اللي عايزهم وفوقهم 10 كوسات. اذا البنك المركزي عمل كده هيستطيع يقضي على السوق السوداء، لكن اذا البنك المركزي لم يوفر لي الدولار فلن يستطيع ان يقضي على السوق السوداء وستذهب الناس الى السوق السوداء رغم ارتفاع سعر الدولار. طيب في بقى استاذه اسمها حنان، هي خبيرة أسواق مالية اسمها حنان، أجيبها لك دلوقتي حالا دلوقتي بس ما طلعها لك من عندي لأنها مش عند الناس. الأستاذة حنان دي قالت النص كده يا دكتور، قالت إنه اللي منتظر إن السوق السوداء يختفي بعد القصة دي قول له ده عندها. هي قالت كده، مش أنا اللي بقول يعني هي قالت كده الأستاذة حنان، هي خبيرة أسواق مالية أهي بتقول بالنص كده يا دكتور. الأستاذة حنان دي بتقول بالنص كده إن حنان رمسيس، الأستاذة حنان رمسيس نشر في جريدة أهل مصر، بتقول إن اللي فاكر إنه القضاء على السوق السوداء هيبقى هيتم عن تحريك سعر صرف الدولار قول له عندها. هي قالت كده بالنص، أنا مش بقول الإباحة يعني يا جماعة، والله هي اللي قالت الكلام ده، أنا ما قلتش الكلام ده أهو. بتقول لا أعتقد أن إجراء أي تعويم سيخفف منابع السوق السوداء لأن الفجوة التمويلية، أنا معرفش بيجيبوا الأسماء دي منين، ما تكلموا الناس كويس، إيه فجوة تمويلية؟ لأن الفجوة التمويلية جد عالية جدا، نحن دولة مستوردة وأغلب المتحصلات من أدوات الدين، شوف يعني خلصنا لسه الفجوة التمويلية دخلنا في أدوات الدين.
التي يتبع التمويل لها التزامات الأقساط والفوائد. أنا لست مع التعويم، التعويم صادم جدا بالنسبة لي، واللي يقول السوق السودة انتهى روح قول له ده عندها. الست طلعت وأنا وقارها خالص بقى، أهي 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 قدام حضرتك أهي بتقول لا أعتقد، والله هي اللي بتقول على الشاشة أهي، أنت شايف الشاشة دكتور؟ ماشي أهي بتقول حنان رمسيس. لا أنا مش شايف الشاشة. هي هي خبيرة أسواق مالية بتقول لا أعتقد أن إجراء التعويم سيجفف منابع السوق السوداء لأن الفجوة التمويلية عالية جدا، نحن دولة مستوردة وأغلب المتحصلات من أدوات الدين التي يتبع التمويل لها التزامات الأقساط الفوائد. أنا لست مع التعويم، التعويم صادم جدا بالنسبة لي، واللي يقول السوق السوداء انتهى روح قوله ده عندها. الكلام ده هي الأستاذة حنان بتقول لنا، بتقول يا أولاد لو رحتوا تاخدوا دولارات من البنك، البنك مش هيديكم. يبقى كلامها ده هيحدث بالحرف، ويبقى السوق السوداء لن تنتهي، نفس الشرط اللي أنا قلته. إذ لم يكن، إذ لم يوجد لدى البنك المركزي الفائض والاحتياطي اللي يلبي حاجاتنا في استيرادنا اللي هي الفجوة التمويلية اللي أنا قلتها لحضرتك، العجز في الميزان الجاري أو العجز بين الصادرات والواردات بتاعتنا، إذا إحنا لم نستطع توفير العجز ده يبقى فعلا البنك المركزي. يعني قصدك ده مرهون يا دكتور القضاء على السوق السوداء؟ عشان بس صوت حضرتك أوصله للناس وحضرتك راقبني يقول لي صح ولا غلط. حضرتك بتقول ان القضاء على السوق السوداء مش هيتم الا اذا المواطن، البنك رفع، البنك المركزي رفع الدولار اعلى الى 60 مثلا 70، والمواطن راح قال للبنك انا عايز مليون دولار فيلاقيهم، ساعتها يبقى كده هو البنك قضى على السوق السوداء. انما اذا البنك، اذا المواطن راح للبنك وما لقاش دولارات اللي هو عايزها، يبقى انت ما قضيتش على السوق السوداء، صح كده يا دكتور؟ بالضبط. الحمد لله بالضبط. الحمد لله ترجمنا بالضبط. صح بالضبط. دكتور بعض بالضبط. الناس بيقول لك انه من ضمن الحاجات دي انه عودة تحريك سعر الصرف انه هيعمل عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية، يعني الموظف المصري، المدرس المصري في السعودية، في الإمارات، في قطر، الطبيب المصري اللي قاعد بره هيحول بقى ويرمي على البنك بقى، وبالتالي تعود مرة أخرى تدفقات المصريين في الخارج، وده واحدة من سمات أو فوائد تحريك سعر الصرف، ده صحيح يا دكتور؟ الكلام ده محتاج شوية نظر شوية. يعني أنا هديك مثال بسيط جدا. تفضل. أنا دلوقتي الدولار في البنك بخمسين جنيه. أيوة. لو بعت الوالدة في مصر ألف دولار هياخدهم خمسين ألف جنيه من البنك. فأنا دلوقتي هقعد أقول إيه؟ طب يا ولاد السوق السوداء بكام؟ يقول لك احنا مش عارفين. طب يقول لك طب استنى عليا شهر شهرين خلينا اعرف هل فعلا السوق السوداء بقت زيها زي البنك بخمسين جنيه. والله اذا الاثنين بقوا زي بعض انا طب انا هغامر ليه واروح اوديها السوق السوداء؟ ابويا هيروح في البنك اللي جنب البيت عندنا هيديهم الالف دولار يقول له يا عم الحاج اتفضل الخمسين الف بتوعك. لكن لو ان السوق السوداء، لان السوق السوداء فضلت زي ما هي موجوده لان البنك ما قدرش يغطي حاجيات المستوردين والطلب على الدولار، انا رايح اعمل عمره الفيزا بتاعتي مقفوله، المشتريات بتاعتي على الانترنت بيشتري من امازون بالكارت بتاعه، البنك لسه قافله له، كل دي مؤشرات بتعرفني ان البنك المركزي ما بقاش عنده الفائض. وانا ظني ان البنك المركزي لم يجرؤ ان هو يتأخذ هذه الخطوه الا اذا كان جوه جيبه على الاقل 10 15 مليار دولار يقول لك انا هقدر اغطي طلبات المصريين الان واعطي الثقه للسوق. اذا اعطى الثقه للسوق وقال للسوق يا حضرات كل واحد عايز يستورد حاجه انا معايا دولارات هديها لك، هيظهر لنا كل دخله للثلاث شهور. اما اذا لم يستطع البنك المركزي ان هو يوفي بطلبات المصريين فيبقى السوق السوداء هتفضل موجودة والمصريين مش هيحولوا على البنوك والسعر الدولار هنبدأ في صراع جديد مرة أخرى بين السوق السوداء أو السوق وصلت 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 اللي بيسموها يا دكتور دكتور مصطفى. بص بقى محمد نصر لما يخش في الاقتصاد بقى اللي بيسموها الفجوة التمويلية. الفجوة التمويلية هي الفرق بين عرض الدولار وتوفر الدولار، صح كده يا دكتور؟
ممتاز جدا جدا. انا غاشش بيني وبينك، انا غشتها من حد مسؤول او حد يعني في الاقتصاد زي حضرتك كده، قال لي الفجوة التمويلية هي الفرق بين عرض الدولار وتوفر الدولار. والنبي التعليم حلو. نعم والنبي التعليم حلو. على كل حال الخبير الاقتصادي ودكتور الاقتصاد الدكتور مصطفى الشاهين بشكرك جدا يا فندم، وحضرتك رديت على اغلب الاسئله اللي وردتنا، فبشكرك جدا.